أنا قلت لكم أمس جاني واحد، كنا في القطار وكان أمامي وشاب يعني عصري وكذا، تكلم فرنسية ومع صاحب له ولابتوب ويشتغل وكذا، وفجأة التفت إلي فإذا به يعرفني، قال الشيخ ويتكلم معي بفرنسية يعرفني، عندي سؤال. إيه تفضل. قال لي الله سبحانه وتعالى عندما أراد أن يخلقني لم يستشرني، لم يستشرني، هل من حقه أن يدخلني النار؟ قلت هل تدري لماذا لم يستشرك؟ قال لماذا؟ قلت أنا سأضرب لك مثلا. أحبك ربي، أحبك ربي، أحبك ربي، أحبك ربي، أحبك ربي. المؤمن هو لا يتساءل، يعني يجب أن تفهموا الفكرة. ويقول الله تعالى لما أرادني تعالى مني، يعني الله، ويقول الله تعالى مني لم يستشرني عندما أراد أن يخلق، يعني لو أنه استشارني ويقول لي مثلا أنا شوف إذا خلقتك وأطعت وكذا وكذا سأدخلك الجنة، إذا عصيت سأدخلك النار، ماذا تختار؟ ولعلي أختار ألا أخلق، أقول لماذا أغامر أنا ويمكن أدخل النار، لا أبقى في العدم أحسن لي. لا أريد ألا أخلق، لكن أنا ما أعطيت هذا الخيار، فهل هو جاء خلق لم يستشيرني، هل من حقه أن يدخلني النار؟ هذه منطقية، ما استشار محلولة. مشكلة هذه، والمشكلة كيف لا تذنب، والشهوات والأمور والمال إلى آخره، واستشارنا وإحنا مسكين، أنا ما أريد أن أدخل في هذه القصة كلها، أبقى برا برا هذه. فقلت له نعم من حقي أن أدخلك النار، لأن هذا هو سؤاله، هل من حقي أن أدخلني النار؟ قلت من حقي أن أدخلك النار، من حقي. ثم قلت له أولا لأتكلم معك، هل أنت مسلم أم لست بمسلم؟ قال لا أنا مسلم، لأنه لابد أن أعرف أنا من أخاطب، لأن إذا كنت مسلما سأخاطبك بخطاب المسلمين، إذا كنت غير مسلم سأخاطبك بخطاب غير المسلمين، لكن لا يمكنك أن تقول لي أنا مسلم لكن خاطبني بخطاب غير المسلمين. مفهوم؟ ادعاؤك الإسلام زعمك بأنك مسلم يلزمك أن تقبل ما يقبل به المسلمون، أما تقول لي أنا مسلم لا لا أؤمن بكذا لا أؤمن بكذا، ما أفهمك أنا مسلم لا يؤمن بكذا، مسلم يجب أن تؤمن بكذا، لا تؤمن بكذا قل لي أنا لست بمسلم، أنت قل ما تشاء لست أرغمك أن تقول شيئا. مفهوم؟ لكن ما قلته التزم به. قال لا أنا مسلم. قلت شو أنا أقول لك شيء، هذا الكلام، هذا التساؤل لا يقوله المسلم، هذا كلام مما يأثره المسلمون عن غير المسلمين، ليس فقط عن غير المسلمين، عن غير المؤمنين، غير المؤمن يريد أن يلزم المؤمن وأنت كذا وكيف. قلت وهو كلام يظهر أنه الحقيقة حجة يحتج بها الإنسان وأنه كلام عميق، ولكنه كلام طفولي، إجاج طفولي، هذا بادي الرأي يظهر أنه كلام إيه لم يستشير أنت محق. هذا بادي الرأي. قلت هل تدري لماذا لم يستشيرك؟ قال لماذا؟ قلت أنا سأضرب لك مثلا، أنت جئت إلى إنسان فقير فقرا مذقعا، ما عنده أي شيء، يعني محتاج إلى من يصفعه فضلا على من يطعمه، فقلت لك يا فلان أنا سأعطيك مليار ريال، مليار درهم، أعطيك مليار، وعندما أعطيك هذا المليار لست أتركك لا تدري ما تصنع به، لعلك تضيعه في يومين أو يضحكون عليك ويأخذونه منك، لا أنا أعطيك هذا المليار ثم أعلمك كيف تتاجر به، فأقول لك
التجارة الفلانية فيها ربح كذا، التجارة الفلانية فيها كذا، التجارة الفلانية فيها كذا، وعندك مواسم الأرباح تتضاعف، وهذه المواسم أخبرك بها، الموسم الفلاني كذا، الموسم الفلاني. وبعدما أريك ما كيف تتاجر والزمان الذي تتاجر فيه والمكان، أقول لك شوف، وسيأتيك بعض الناس، بعض المخلوقات لن تحب لك الخير، لن تحب لك هذا الذي أنت فيه من السعة والتجارة الحسنة، ستحب أن تفسد عليك ما أنت فيه، وستحب أن تفسد الذي بيني وبينك. لكن ينبغي أن تذكر أنا الذي أحسنت إليك، أنا الذي أعطيتك المال، ليس هم من أعطاك، أنا الذي أعطيتك. فإذا بقيت معي منصتا إلي، أنا سأحميك منهم ولن أتركهم يضرونك. ثم إذا تاجرت وأفلحت زدت بعد ذلك في مكافأتك. فقلت لذلك الشاب، أرأيت لو أن إنسانا جاء فاقترح هذا الاقتراح، عرض هذا العرض على واحد فقير جدا، هل من الناس من يقول له أنا لا أريد؟ يعني تصور أنت الآن، أنت هو الفقير، جيت أنا قلت لك سأعطيك مليار دولار وأذهبك إلى السوق وأعطيك المكان تتجر فيه وأعلمك كذا وكذا، وإذا أفلحت سأزيدك، لكن إذا ضيعت المليار سأعاقبك. لا ما أريد، تعاقبني، ما أريد المليار، ممكن من يصنع هذا الشيء؟ وقلت له هو لم يستشيرك لأن هذا العرض لا يرفض، لا يوجد من يقول أنا لا أريد المليار، فالمليار هو عمرك، رأس المال هو العمر الذي أعطاك ربك، التجارة والرق ظهر لك وعلمك، تجارة اسمها الصلاة، وتجارة اسمها الزكاة، وتجارة اسمها الأمر المعروف، تجارة المنع المنكر، وتجارة إطعام المساكين، وتجارة كذا 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 كذا. المواسم عندك، الموسم تضاعف فيه الحسنات، موسم رمضان العشر، والأعداء شياطين الجن والإنس يفسدون الذي بيني وبينك، تذكر أنني أنا الذي أحسنت إليك أولا، وإذا بقيت معي أنا سأمنعهم عنك، لن يضروك لأنك ركنت إلي، لكن ثم إذا أحسنت في الأخير في هذه التجارة سأزيد في مكافأتك ما لا يخطر بذيني. في واحد يقول لا أنا لا أريد، إذا كنت صادقا في كلامك صادقا ستقول لا يوجد من يرفض هذا العرض، لكن إذا كنت مكابرا ستقول لا أنا سأرفضه، وحينئذ سأكذبك، سأأخذ من جيبي 1000 درهم، ما هو مليار دولار، بألف أقولك هاك التاجر، وستأخذها وقد تدلى لعابك عليها لأنك كذاب. مليار دولار يقول لي لا، واحد عنده مليار دولار، عنده 10 ملايير دولار وتقترح عليه مليار دولار يقولك هات، فكيف بالذي ما عنده شيء؟ عندنا مثل في المغرب يقال أشخصك العريان، القرع حيثما ضربته يسير دمه، ما عنده شيء من الشعر يغطيه يعني تضرب في جهة ما يسير دم، ما عنده شيء أبدا، هذا هو القرع، أي ما عنده أي شيء، يقول أعطيك مليار، يقول لك لا، يقول لك لا ما أريد المليار، وأنا أعطيك المليار وأعينك لأنك قد تعطيني مالا وتتركني، يأتي هذا يضحك علي، يضحك علي، إديه ذهب به، لا يقول لك احذر كذا احذر كذا. ولهذا لم يستشرك، لكنك أسأت العمل، لذلك قلت أنا من حقي لو أحسنت العمل لا تطرح هذا. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير، كيف نذير، نذير نذير المنذر، فستعلمون كيف هذا المنذر الذي أنذركم يا قريش، يا معشر الكفرة، ستعلمون كيف أنه كان صادقا حينما كان يوعدكم بهذا الذي وجدتموه ورأيتموه، فستعلمون كيف نذير. أو النذير يطلق أيضا ويراد به الإنذار، فستعلمون كيف إنذاري، هذا الذي تخبركم به رسلي ستعلمونه عندما تلقونه،
عندما تجيء جهنم تقاد بألوف الأزمة، يقودها ألوف الملائكة وتتغيظ إذا رأتكم من مكان بعيد تسمعون لهذا الزفير، أما إذا فستعلمون كيف إنذار. هذه الجملة فقط، هذا التذييل لآية كاف لأن يرضع كلها، هذا تذييل تعلم. وأنت تعلم من يهدد، من يهدد. أسأل ربنا سبحانه أن يرحمنا، أسأل ربنا سبحانه أن نكون ممن نودوا أن تلكم الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، ولا أن ننادى بهذا. الله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر أعجبني ومشاركة الفيديو، ولكي يصلك كل جديد اشترك في قناة I love you Allah.